وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكه اقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيمات المضاده لفيروس كورونا حيث بلغ مجموع من حصل على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الجمعه اكثر من مليون ومائتين وثلاثه وثلاثين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليونا ومائتين وسبعه عشر الف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 976 ألف شخص